الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه خطبيطه. الموضوع بتاع الحلقه اللي فاتت يا جماعه بتاع ريم الشمري برضو، يعني عايز اكمل عنه، عن التعليقات السخيفه من الكويتيين وبعض رواد الادب اللي هم بيلومونا ان احنا بنشتم عليهم. يعني طب ما انتوا يعني من باب اولى كنتوا تلوموا اللي هي بدات بالشتيمه وقله الادب. يعني انا مش فاهم بصراحه، يعني انتوا عندكم حاجه اسمها غرور وتعالي، ايه اللي جابوا لكم الغرور والتعالي ده اللي هو البترول؟ لكن انتوا في الاخر من غير زعل، اللي مش محترم الكلام اللي مش محترم، في بعض الكويتيين كانوا محترمين جدا للامانه وقالوا كلام رائع بجد، لكن في ناس تانية مش محترمه. يا جماعه دي مصر، انتوا مش فاهمين يعني ايه مصر، دي فاهمها لكم. ايه الصعب في كده؟ قليل الادب ياخد بالجزمه، المحترم على عينه الراس. بعض الكويتين الزباله دخلوا شتموا وقعدوا يهللوا عشان انا اتكلمت كلام حق. لكن انتوا فعلا يا جماعه اعرفوا، بس كل واحد بس يعرف قيمته. مصر، مصر هي الاخ الكبير. خلاص؟ انتوا بالنسبه لها ايه؟ دي حقيقه. ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ اللي اتأدب في بعض الكويتين قلات الادب دخلوا مع ريم برضو في التعليقات والكومنتات، دخلوا بيقولوا ريم اللي قالته ده صح وانتوا كده. وهي ريم دي كانت في الاخر اساسا من البدون، مع احترامي يعني، اللي هم ناس محترمين جدا، لكن الحكومه مش معترفه بيهم، ولا حكومه الكويت ولا حكومه السعوديه ولا حكومه اي حكومه من دول الخليج، لان ناس طبيعتهم كانوا بدو. تمام؟ فانا برجو كل الكويتي اتلموا بقى، عيب يعني، احنا انتوا خدتوا بالشبشب على دماغكم كل ولاد الادب بس يا جماعه، ولاد الادب. تمام؟ خدوا بالشبشب على دماغكم. خلاص اوكي كده خلصنا بقى، هتقلوا ادابكم تاني، هتاخدوا بالشمشم تاني. الكلام بعيد وبزيد للناس اللي مش محترمه، الناس الشمال اللي قلنا ان هي محتاجه تتعدل وتدي يمين، لازم نخليها تدي يمين تاني وتتعدل، لازم تتظبط. معلش يا جماعه الكاميرا بتتحرك، لكن والله الواحد فعلا منفعل من التعليقات اللي اتقالت لنا دي. في ناس جزائريين على عين وراس وعراقيين والله العظيم قالوا كلام محترم جدا، انا عامل الفيديو مخصوص عشان اشكر الناس الجزائريين والليبيين والمغاربه والتوانسه ومن الدول الخليج نفسها، دخلوا وشكروا في مصر وقالوا ان البت قلت الادب. اهو اهو احنا ما قلناش حاجه، احنا قلنا حاجه؟ ما قلناش حاجه اهو. ناس عرب زينا دخلوا واتكلموا وقالوا كلمه حق. فمش عايزين بقى بلطجه وقله ادب بقى والنبي، يعني خلينا كده ملمومين احسن. شكرا ليكم، وانا اسف جدا زعجتكم بالحلقه دي. حبس الله وامنه، كان معاكم هاني.